أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما صحة ما يقوله بعضهم إن الخلاف الذي بيننا وبين الرافضة خلاف جوهري؟ إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: ما صحة ما يقوله بعضهم إن الخلاف الذي بيننا وبين الرافضة خلاف جوهري؟ جوهري أو غير جوهري؟ جوهري نعم صحيح، الخلاف اللي بيننا وبينهم جوهري في العقيدة، لكن لعل السائل يقول غير جوهري كما يقول بعضهم إن الخلاف بيننا وبينهم في الفروع فقط، هذا كلام جاهل ما يعرف مذهب الرافضة وما هم عليه. فالخلاف بيننا وبينهم جوهري لأنه في العقيدة، في صميم العقيدة. نعم.